ينضم إلي من القاهرة الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية دكتور عبد الملك اليوسفي، ومن طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين رويران. أهلا وسهلا بكما. أبدأ من ضيفي طبعا في اليمن، في القاهرة عفوا، ويعني أريد أن أسألك عن المعادلة التي أرادها الحوثيون من خلال عملية تل أبيب. ما هي الرسائل التي أرادوا إيصالها؟ لماذا الآن تحديدا يجرؤ الحوثي على الوصول إلى العاصمة واستهداف هدف قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب؟ تحية وتقدير لك أختي أستاذة بروق ولضيفك وللمشاهدين الكرام. قبل أن أجيب على سؤالك وهو مهم جدا، لابد أن نثبت أمورا معينة. أن الكيان الصهيوني هو عدو غاشم مجرم أجرم في حق الفلسطينيين، وهو عدو لكل العرب، حتى لا تحصل المزايدات من الآلة الإعلامية المضللة لإيران وأدواتها في المنطقة والصهيوني الأمريكي وغيرها، أن إيقاع العدو الإسرائيلي بتحقيق القضية الفلسطينية هو هدف لكل العرب. لكن التوظيف السياسي القذر لدماء الفلسطينيين وللقضية الفلسطينية وعلى حساب مكاسب القضية الفلسطينية من أجل تحقيق أهداف شعبية ولعب على سيكولوجية الجماهير هي لعبة قذرة تمارسها إيران وأدواتها في المنطقة. بالتالي العملية الأخيرة التي ظهرت هي عملية لا تؤثر تكتيكيا إطلاقا ولا استراتيجيا، ولا تؤثر شيء في ميزان المعادلة العسكرية، ولا تحقق أي مكاسب للقضية الفلسطينية سواء في المنظور العسكري أو المنظور السياسي. هي عبارة عن استثمار لعواطف الجماهير وعواطف الناس لدغدغة سيكولوجية الجماهير من أجل تحقيق مكاسب لا تتعلق بفلسطين إطلاقا، وإنما تتعلق بهذه الميليشيا ومن ورائها إيران. من اتخذ القرار هو في طهران وليس في صنعاء. وبالتالي هذه العملية دعونا ننظر إليها بمنظور استراتيجي عسكري حقيقي محايد موضوعي. ما الذي حققته للقضية الفلسطينية، وما الذي أضرت على إسرائيل، وما هي النتائج التي تحصل؟ دعونا نعود إلى 7 أكتوبر. قبل 7 أكتوبر كان هنالك تسوية حقيقية للمنطقة، سقفها عودة الدولة الفلسطينية، وكانت النقاشات وكانت الخلافات قائمة حول القدس. كان سقف المطالب العربية هي عودة القدس لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية. أتت مؤامرة 7 أكتوبر من أجل إجهاض هذا المشروع، عودة الدولة الفلسطينية، وغامروا بأرواح الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وقتل إلى الآن 40,000 فلسطيني نتيجة تلك المؤامرة التي حصلت في 7 أكتوبر. اليوم ما زالت نفس المؤامرة تحصل، وللأسف الشديد هنالك كثير من المغفلين يعمل عليهم هذا الإعلام. واليوم نشاهد قصة، هنالك دراما، هنالك أشبه بفيلم يحصل، التوظيف وصناعة القصة والدراماتيزيشن الحاصل فيما يتعلق بهذه الطائرة، وكأنه حصل اختراق عجيب. إذا كانت إيران جادة في حرب إسرائيل، فهناك قضية حقيقية وهي استعادة الجولان ولديها موطئ قدم في سوريا، لتعلن إيران التعبية العامة وتذهب لحرب إسرائيل من أجل تحقيق هدف حقيقي وليس مزايدة، وهو استعادة الجولان، وسنكون كلنا معها. أما المزايدة واللعب على سيكولوجية الجماهير من أجل تحقيق مكاسب لا تتعلق بخدمة القضية الفلسطينية، وإنما بالعبث بالملفات، فهذا أمر قذر. الأمر الآخر، ميليشيا الحوثي تقول أنها تحارب إسرائيل. دعوني أطلعكم يا سادة، خلال 24 ساعة فقط في اليمن الميليشيا الحوثي تقتحم مسجد في عمران في مديرية صوير، و13 قتيل وجريح بينهم 4 نساء داخل الجامع في القفر في إب، بسبب أرض ترسل قواتها وتقتل مواطن، في رداع في خبزة قتلى وحريق للبيوت والمنازل. هذا ما تقوم به، هذا الشغل الذي الأساسي والديلي يعني هابيت اوف لهذه الميليشيا. هذا نعم، هذا الشغل اليومي لهذه الميليشيا، هذا هو الذي شغلها. وكل ما تفعله عبارة هي وجدت حيز معين لتلعب دورا معينا اكبر منها، ولكن طيب ستقودها الى الهاوية. اعطيتنا الكثير بالأخير من اجل تحقيق مكاسب من اجل هدفها الأساسي. نعم، واعطيتنا عرضا مفصلا، وسأذهب بهذه النقاط اذا الى
ضيفي سيد رويران من طهران، ولن أسألك يعني فقط أعطيك ردا على النقاط التي أثارها سيد اليوسفي، هل لديك رد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني بعيدا عن المغالطات، أولا المعادلة العسكرية مع الكيان الصهيوني هي مبنية على قاعدة الأواني المستطرقة. هناك ضغط من حزب الله في لبنان، هناك ضغط من أنصار الله في اليمن، هناك ضغط من المقاومة الإسلامية في العراق، وهناك مقاومة في غزة وفي الضفة الغربية. المعادلة التي كانت سائدة بعكس ما تفضل به يعني الضيف الكريم، هي كانت أن العرب تجاوزوا القضية الفلسطينية وطبعوا مع الكيان بعيدا عن إيجاد حل للقضية الفلسطينية. هذا هو يعني اتفاقات إبراهام هي قائمة على هذا الأصل. الآن المقاومة أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية ووضعتها على أجندة العالم. من هنا يعني عندما تخف المقاومة في محور تزيد في محور وتجعل إسرائيل دائما وأبدا تحت الضغط، وفي تصوري أن هذه المعادلة الآن أربكت الكيان الصهيوني بشكل كبير وأربكت الغرب الذي يتولى حماية ورعاية هذا الكيان اللقيط في المنطقة. ضمن هذا الإطار أتصور أن أي شريف في كل هذا العالم، أي إنسان يحمل ذرة من الإنسانية، لا يمكن إلا أن يكون مع المقاومة مهما كان موقفه السياسي تجاه هذه القضية. هذه قضية شريفة، هناك إبادة جماعية وهناك مقاومة على كل مستوى العالم. المظاهرات التي تخرج في أمريكا وبريطانيا وأوروبا هي كلها تساند القضية الفلسطينية وتؤثر في المعادلة والحصيلة النهائية لهذه المعادلة في مواجهة الكيان الصهيوني. سيد رويران، أنت طرحت لنا الأمر بشكل نظري جدا وبعبارات يعني درامية وعن ترية، ولكن على أرض الواقع هل ما تقوله يتحقق؟ هذا هو السؤال، يعني هذا ما نريد أن نعرفه. فقط أشر لنا على مواقع الإنجاز التي نجحت أذرع إيران في المنطقة، أو ما نسميها بجبهات الإسناد، سواء جماعة الحوثي أو سواء حركة حماس أو الفصائل العراقية أو جماعة حزب الله في الجنوب اللبناني. ما الذي نجحت فيه من كسر شوكة إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي، أو حتى يعني حتى الاغتيالات لم تنجح في اغتيال قادة في الجيش الإسرائيلي، بينما إسرائيل تنجح في اغتيال قيادات هنا وهناك وقيادات كبيرة جدا، وكان آخرها يعني قيادات في إسرائيل وفي حزب الله. ما الذي فعلته هذا الإسناد؟ ما الذي فعله على أرض الواقع؟ إنجاز واحد فقط أشر لي. دعيني أن أذكر، نعم أذكر مثال واحد فقط وهو موضوع الردع. الردع هو مفهوم استراتيجي لكل دولة ولكل نظام سياسي، والأنظمة والدول والكيانات هي تشتري السلاح بأغلى الأثمان لتكون جاهزة للدفاع عن نفسها ولإجهاض أي هجوم عليها. يعني الكيان الصهيوني هو يمتلك التفوق العسكري في المنطقة على هذه القاعدة، أن يحفظ يعني قوة الردع لديه. قوة الردع سقطت مع 7 أكتوبر مع طوفان الأقصى، وهي لا زالت لحد الآن لم تستطع أن تردع. النموذج اليمن، اليمن الذي يضرب أي باخرة تتجه للكيان الصهيوني أو توالي الكيان الصهيوني لا زالت تستهدف، وأن أمريكا بما تمتلك من حامل الطائرات إلى آخره لم تستطع أن توقف هذه المعادلة. هذا معناه أن الردع تآكل، الردع في إسرائيل مستنزف من كل الأطراف، والكثير من الإعلام الإسرائيلي يتكلم أن إسرائيل فقدت الردع. تقول أن الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية غير قادرة، أم أنها غير راغبة؟ نعم، الجيش الأمريكي هو يعلن
لا أنا لا أعلن، الجيش الأمريكي يقول أنه لم يستطع أن يخلق حالة ردع. الردع معناه الجيش منع الأمريكي أي هجوم كان يعلم على أي هدف عسكري. الحوثيين قبل شن هجمات عليهم في مناطقهم يعني وفي بؤرهم، يعني كان يعلمهم أصلا لكي يخرج أو يغادر الأشخاص ويغادر الأفراد لكي يستهدف البنية التحتية أو يستهدف الصواريخ المعدة أو الجاهزة أو الأسلحة، مخازن الأسلحة، وكان يخبرهم أصلا. وهذا أيضا تقارير، هذه تقارير مرصودة ومعلنة، يعني هناك مستوى من الردع أصلا الولايات المتحدة والدول الأوروبية لم تذهب إليه. يعني السنت كام أعلن قبل فترة بسيطة يمكن أسبوع أن أمريكا فشلت في خلق حالة ردع أمام الحوثيون. لماذا؟ لأن أمريكا لم تستطع أن تمنع الهجوم على السفن المتجهة إلى ميناء إيلات. هذا يعني فشل أمريكا في خلق حالة ردع هو يعكس أن ليست إسرائيل وحدها التي فقدت حالة الردع، حتى أمريكا هي الآن في أزمة في خلق حالة ردع أمام أحد محاور المقاومة، فما بالك بكل المحاور التي تستهدف الكيان الصهيوني. طيب أعود إليك سيد اليوسفي، وسؤال عن هذه الطائرة المسيرة الجديدة، طائرة صماد يافا. ما حدث بالتأكيد هو ملفت، لا يحدث كل يوم، لا نرى كل يوم مسيرة تقطع 2000 كيلومتر وبطريق يعني بمسار هلالي لتذهب أو لتدخل إلى عقر دار إسرائيل، إلى العاصمة، وتستهدف هدف في محيط السفارة الأمريكية. بالتأكيد هذا له دلالات، إن كانت إسرائيل غير قادرة أو لم تستطيع أن ترصد فهذا خلل وهذا فشل بالتأكيد، وإن كانت أصلا الحوثي إن كان قادر على تطوير هذا النوع من الأسلحة فهذا تطور نوعي مهم. أختي أستاذة مروق، دعونا نوضح أمور مهمة، أنه هذه الطائرات أصلا طائرات إيرانية، سموها صمان، سموها شمبل، سموها ما تشاءوا، في الأخير هي طائرات إيرانية موجودة لدى الحوثي من زمان. لكن الملفت للنظر في هذه القصة، في الدراماتيزيشن الذي صنع حول هذه الحادثة، هي مشاركة الجيش الإسرائيلي في صناعة الدراما. أفخاي أدرعي كان أول من صنع هذه الدراما حول الحادث، وكان إسرائيل تريد شيئا من صناعة هذه الدراما. ودعونا نتحدث بموضوعية، أنه العدو الصهيوني، الكيان الصهيوني، حتى لا يغرر بأولئك الجمهور المتعطش ضد العدو الصهيوني، الكيان الصهيوني الغاصب، أنه دعونا نقيس الأمور بقياس المستفيد والخاسر في منظور الصراع العربي الإسرائيلي. الآن هذا التحرش القائم، صاروخ يطلق، طائرة مسيرة تطلق، الذي ليس له أي تأثير عسكري، ونقيسها بقياس موضوعي بناء على الاستفادة عسكرية وسياسية وجيوستراتيجية. ما هو بهذا تكون الأمور واضحة. الخرق سيد اليوسفي، أعتذر عن مقاطعتك، لكن هذه نقطة مهمة، إنه ما حدث الآن قد يحدث لاحقا، إن لم يؤثر اليوم ويؤدي إلى خسائر قد يؤدي إلى خسائر لاحقا. يعني هناك شرخ في جدار الأمن الإسرائيلي، هناك تفوق على ما يبدو في الـ يعني السلاح العسكري الحوثي، هذا قد يحدث إشكاليات لاحقا بالنسبة لإسرائيل. يعني أختي أستاذة مروق، لو لم تكن إسرائيل مستفيدة من هذه الدراما لما شاركت فيها. يعني هم لديهم استراتيجيات في صناعة الخطاب الإعلامي، أن يطلع ناطق الجيش الإسرائيلي ليشارك في هذه الدراما، إسرائيل مستفيدة. ودعيني أعود إلى ميزان المعادلة الفائدة ومن المستفيد ومن الخاسر. الحقيقة أنه ما تقوم به أدوات إيران من هذا التحرش العسكري بإسرائيل ومن التهديد للتجارة الدولية ومن صناعة الفوضى القائمة في المنطقة، هي في الأخير تعود بفوائد جمع للكيان الصهيوني الغاصب. أولا هناك استنفار عالمي الآن للوقوف مع إسرائيل، العالم ينظر إلى أن إسرائيل محاطة بمحيط إرهابي تحارب الإرهاب، هذا واقع الحال. دعونا ننظر الأمور بوضعية موضوعية، وبالتالي ما كان الدول التي كانت تعبر تعبيرات رسمية بإيقاف القتل الفلسطيني من قبل إسرائيل، اليوم واقفة ليس فقط على الحياد،
بل ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل. ليست أمريكا لوحدها، صدقوني أن أغلب الدول الغربية بل حتى الدول الشرقية تنظر أن الموضوع هنالك دولة محاطة بمحيط إرهابي يمارس الفوضى ويمارس التهديد للتجارة الدولية ويقوم بالتحرش ويعمل كذا دون أثر. في الأخير هذا الفائدة تعود على إسرائيل، وبالتالي إسرائيل تشارك في هذه الدراما. الأمر الآخر وهو الأسوأ، أنه قتل القضية الفلسطينية وأدى القضية الفلسطينية ما بين هذه الصراعات والفوضى، لأنه الأهداف الغير واضحة في الأمور العسكرية والجيوستراتيجية هي في الأخير تقتل القضايا الرئيسية. لدينا قضية محورية مصيرية وهي عودة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمة القدس. هذه قضية معترف، يعني يكاد يكون هنالك إجماع عربي عند كل المواطنين العرب، وبالتالي أي عمل خارج هذا السياق وفي الأخير يضر بهذه القضية، بل الأسوأ من ذلك أنه يضع الدم الفلسطيني كبش فداء لتلك المغامرات. هذا الذي حاصل، وبالتالي إسرائيل، دعونا أعودوا إلى التعبيرات الرسمية، إلى الدراما التي صنعتها أدوات إيران حول هذه الطائرة ووصول الطائرة وكذا وكذا وكذا، وعودوا إلى الخطاب الإسرائيلي، ستجدوا أنهم هنالك توافق. إسرائيل لا تريد أن تكسر هيبتها أمام العالم، ولكن أن تضحي بأمر مثل هذا وتشارك في هذه الدراما إذن هي مستفيدة. وبالتالي أنا أعود إلى الوضع، إذا كانت إيران جادة في مسألة الحرب مع الكيان الصهيوني الغاصب المجرم، فلتعلن هدفا عسكريا واضحا واستراتيجيا واضحا، ودعونا نذهب إلى الجولان، استعادة الجولان، وكلنا سنكون. وهذه نقطة مهمة. التضليل بالناس. نعم. سأذهب بها الفلسطينية سيد يوسفي من أجل تحقيق مآرب سياسية والتضليل على سيكولوجية الجماهير، فهذا أمر قذر. طيب سيد رويران، هذه نقطة مهمة أيضا وهي مسألة قدرة إيران وأذرع المقاومة على تنفيذ أضرار فعلية. هي تستطيع، بحسب الكثيرين هم يستطيعوا، لكنهم لم ينفذوا هذا الضرر المطلوب حتى الآن. وأيضا عامل التوقيت مهم. الفصائل العراقية على سبيل المثال، هناك استهداف بطائرات مسيرة كان على قاعدة عين الأسد، أيضا هناك ضربات تمت يعني قبل فترة أو قبل ساعات، ولكن على حيفا، ولكنها لم تحدث الأضرار المنشودة. لماذا الآن؟ لماذا تتم بالتوازي مع، أو لماذا تأتي في توقيت تبدو فيه وكأنه رد من إيران باستخدام هذا الذراع العراقي على الهجوم الذي تم على أهداف لحزب الله وإسقاط قيادة مهمة في حزب الله قبل يوم في الجنوب اللبناني؟ يعني الأمر هنا أصبح بالنسبة للمتابع يعني أصبح يتعدى مسألة الدفاع عن الفلسطينيين إلى مسألة الانتقام لأهداف تتم في، أو انتقام لعمليات تصفية تتم في مناطق جغرافية أخرى. يعني أولا دعيني أقول الخيار أمام المجتمع الفلسطيني وشعوب المنطقة هو المقاومة ليس إلا. لماذا؟ لأن أوسلو وقعت عام 1993، وكان من المقرر أن تكون هناك دولة فلسطينية بعد 5 سنوات. الآن 31 سنة والحوار جاري ولم يصل إلى نتيجة. وعام 2002 قام شارون باحتلال مناطق ألف وباء وجيم وأنهى أوسلو، ولكن البعض لا زال يتوهم أوسلو ولا زال مستمرا في أوسلو من طرف واحد. هذا أولا. المقاومة في المنطقة في تصوري هي الآن ووحدة الساحات في دعم القضية الفلسطينية أربكت الكيان الصهيوني. يعني الضيف الكريم يتكلم عن دعم غربي للكيان الصهيوني، هناك استنفار اجتماعي سياسي في كل العالم وفي الغرب حتى ضد الإبادة الجماعية الكيان الصهيوني. هناك الكثير من المحاكم الدولية، ويوم أمس يعني منظمة العفو الدولية استنكرت إسرائيل لأول مرة. ماذا فعلت؟ يعني هل ستعيد أرواح 40,000 الذين قتلتهم إسرائيل؟ ما هو يعني الوسيلة هنا، الوسيلة كانت قاسية جدا، أو الضغط العسكري لم يأتي لصالح الفلسطينيين حتى الآن. دعني أذهب معك يعني إلى السؤال الذي سألته سيد رويران مرة أخرى والذي لم تجبني عليه. المشكلة هنا هو أنه مسألة
الانتصار للشعب الفلسطيني ولدماء الفلسطينيين كعنوان لتحركات ما يسمى بمحور المقاومة. هذا لا يأتي بشكل يبدو بأنه يناصر الفلسطينيين بقدر ما يأتي وكأنه رد على لتوازن ميزان القوى بين إسرائيل والجماعات الأخرى. يعني لماذا الآن تقوم أو تتم هذه العمليات؟ لماذا الآن؟ لماذا لا تتم بشكل يعني مستمر لكي بالفعل تحقق أهداف أو خسائر في صفوف الإسرائيليين؟ يعني أول الكيان الصهيوني الآن عنده 150 ألف مهجر من الشمال و150 ألف مهجر من غلاف غزة، وكل المرافق السياحية الآن مليئة بهؤلاء المهجرين. إذن المقاومة استطاعت الآن هناك حسب الإحصاءات الإسرائيلية 500 ألف إسرائيلي هاجر من دون عودة إلى الغرب. هذا كله يحدث ضمن أي إطار؟ يحدث ضمن إطار طوفان الأقصى وما تقوم به المقاومة من استهداف الكيان الصهيوني. الآن الكيان الصهيوني على لسان الكثير من قادته العسكريين أن بقاءه ووجوده الآن أصبح موضع شك، وهذا لا يأتي من فراغ، يأتي من خلال ما قامت به المقاومة. لأنه للأسف وقتنا انتهى، شكرا جزيلا لضيفي من طهران السيد حسين رويران، وأشكر أيضا ضيفي من القاهرة خبير في الشؤون السياسية دكتور عبد الملك اليوسفي، شكرا جزيلا لكما.